السلام عليكم. عنوان المحاضرة هو Introduction to AT86 Microprocessor، مقدمة للمعالج الدقيق 86. أخذنا بالمحاضرات السابقة Microprocessor من نوع الـ 85، وكان هذا النوع الأقدم. الـ 86 هو يكون أحدث من الـ 85 Microprocessor. المايكروبروسيسور يتم تصنيفه اعتماداً على أكبر عدد من الباينري بيت موجود بالبيانات اللي يعالجها، يعني حجم الديتا باس، وهذا نسميه بالوورد لينث. خمس أنواع من المايكروبروسيسور موجودة، اللي هي 4-bit مايكروبروسيسور، 8-bit مايكروبروسيسور، أو 16, 32, 64 bit. بمعنى من ألاحظ 4-bit مايكروبروسيسور أو 8-bit مايكروبروسيسور، يعني هذا المايكروبروسيسور حجم الديتا باس إلى 4-bit أو 8-bit أو 16 أو 32 وهكذا. فإذا نلاحظ تسمية الـ 4-bit مايكروبروسيسور، رأساً انتبه بأنه الأربعة هي حجم الديتا باس لهذا المايكروبروسيسور، بمعنى المايكروبروسيسور يقوم بمعالجة بيانات عدد البتات إلها 4-bit أو 8-bit. There are so many manufacturers of microprocessor. توجد شركات عديدة لتصنيع المايكروبروسيسور، لكن أكثر شركتين تكون هي منتشرة، الانتل والموتورولا. Table 1 يبين نوعين للشركات، اللي هي الانتل والموتورولا. الانتل لها عدة أنواع أو عدة تصاميم للمايكروبروسيسور. يبدأ بتصميم الـ 85، أخذناه بالمحاضرات السابقة، واللي حناخذه 86، وأكو 286 أو 386 بنوعه الـ EX والـ DX، وأكو 486 DX4 والـ Pentium والـ Pentium 3 والـ Pentium 4. هاي كلها التسميات تابعة لمعالج قامت شركة انتل بتصنيعه. بينما الموتورولا فاميلي صنعت نوعين من المايكروبروسيسور، اللي تكون اسماءها 6868060. هاي النوعين هي خاصة فقط لشركة الموتورولا، بينما الانواع السابقة خاصة بشركة انتل. المايكروبروسيسور السابق اللي هو 8085 أو الـ 85 microprocessor، كان الـ data bus إلى 8-bit، وهذا يسمى data bus width، عرض الـ data bus أو عدد البتات بالبيانات اللي راح يعالجها microprocessor. إيش قد عدد البتات بالبيانات اللي يعالجها؟ قد تكون 8 أو 16 أو أكثر، وكل ما كان أكثر كل ما كان سرعة التنفيذ إلى تزداد. الميموري سايز للـ 85 microprocessor هي 64 كيلو. وشون عرفت الميموري سايز؟ من خلال اثنين أس الأدريس باص. الأدريس باص الـ 85 مايكروبروسيسور كان 16 بت، 2 أس 16 ينطيني 64 كيلو بايت. بينما الـ 86 مايكروبروسيسور الديتا باص إلى 16 بت، والأدريس باص يكون إلى 20 بت. الميموري سايز أعرفها 1 ميجا من خلال 2 أس الأدريس باص تساوينا 1 ميجا، أي 2 أس 20 تساوي 1 ميجا. الـ 286 مايكروبروسيسور هذا أيضا نوع آخر ومطور أكثر من الـ 86. نلاحظ الديتا باص إلى 16 والأدريس باص ازداد، بمعنى الميموري سايز ازدادت من 1 ميجا إلى 16 ميجا، وهكذا مع باقي الأنواع اللي هي 386، 486 والبينتيوم. طبعا كل هذه الانواع للمايكروبروسيسورز تابعه لشركه انتل فاميلي. ال86 مايكروبروسيسور اي كود له او اي اعاز خاص بال86 مايكروبروسيسور ممكن ان ننفذه على المايكروبروسيسورات اللي جت بعده او الاحدث منه، وهي ال286 386 اي اكس او دي اكس، 486 والبينتيوم. لكن العكس مو صحيح، يعني الإعازات المكتوبة بالمايكروبروسيسور الخاص بموديل 286 أو 386 أو الأحدث ما أقدر أنفذها بالمايكروبروسيسور الأقدم اللي هو
8086 او 86 مايكرو بروسيسور، لانه صار عندي تحديث على الكود اللي موجوده بال 286، بينما الكود الموجوده بال 86 هي قديمه، تم اعتمادها بال 286. لكن العكس غير صحيح، الكود لل 286 ما اقدر انفذها بال 86 لانه عندي اختلاف صار تحديث بالكود او بالانستركشن سيت. نبدي بال 86 مايكرو بروسيسور، شنو مواصفاته؟ 8086 is a 16 بت مايكرو بروسيسور، يعني هو عبارة عن 16 بت مايكرو بروسيسور. وشرحنا معنى 16 بت، شنو معنى 16 بت مايكرو بروسيسور؟ معناه الديتا باس ويدث له 16 بت، او حجم البيانات اللي راح يقوم بمعالجتها هي 16 بت. واقصد بحجم البيانات هو عدد البت الموجودة بالبيانات اللي راح يعالجها المايكرو بروسيسور، لذلك راح يوفر رجسترات حجمها ايضا 16 بت اعتمادا على حجم الديتا باس اللي هو 16 بت. الادرس باس هو 20 بت، لذلك حجم الذاكرة اللي راح يتعامل معها هي 1 ميجا اعتمادا على 2 أس 20، العشرين هي الادرس باس، 2 أس الادرس باس يعطيني حجم الذاكرة اللي هي 1 ميجا. It can support up to 64 كيلو input output port، يعني ممكن ان يوفر 64 كيلو بايت من الميموري حتى نعنون ال input output port اللي تتصل بال 86 microprocessor. It has multiplex address and data bus من AD0 الى AD15. هنا نلاحظ الادرس باس والديتا باس يكونون مالتيبلكس، مثل حال ال 85 مايكرو بروسيسور اللي اخذناه مسبقا، كان عندنا ال AD0 الى AD7، هنا عندنا من AD0 الى AD15. وانتبه بانه يتم فصل ادرس عن الديتا لازم بالادرس سلاش انيبل، نفس حالة ال 85 مايكرو بروسيسور. وبما انه هذا المايكرو بروسيسور يحتوي على 20 بت من الادرس باس، فنلاحظ من A16 إلى A19 راح تكون الـ High Order Address Bus تكون بشكل مفصول، يعني الـ High Order Address Bus تكون من A16 إلى A19، الـ Low Order Address Bus راح تكون من AD0 إلى AD15. الـ 86 microprocessor is designed to operate in two modes، يعني الـ 86 microprocessor تم تصميمه حتى يعمل على two mode أو يعمل على حالتين، الحالة الأولى تسمى المينيمم مود والحالة الثانية تسمى الماكسيمم مود. فحتى أشغل المايكرو بروسيسور شلون أميز المينيمم عن الماكسيمم مود؟ بوجود بن، هذا البن اسمه MN على MX أو MN سلاش MX، طبعا هنا MX عليه داش المفروض، فهنا MN مختصر مينيمم مود، MX مختصر ماكسيمم مود. فهذا الـ input pin إذا أنطي قيمة 0 راح يفعل لي الـ maximum mode، وإذا أنطي قيمة 1 راح يفعل لي الـ minimum mode، لأنه مثل ما عرفنا مسبقاً أي input أو أي pin عليه داش يتفعل بالصفر، وإذا ما كان عليه داش يتفعل بالواحد. فالـ minimum mode يتفعل بالواحد لأنه ما عليه داش، والـ maximum mode يتفعل بالصفر لأن عليه داش. فائدة الـ minimum mode راح يكون عندنا عمل المايكروبروسيسور بشكل سنجل مايكروبروسيسور كونفيجريشن، يعني يعمل المايكروبروسيسور بشكل منفرد ما اربط مع مايكروبروسيسور اخر، بينما الماكسيمم مود ممكن ربط مع المايكروبروسيسور مايكروبروسيسور اخر ويعملون بشكل مالتي مايكروبروسيسور كونفيجريشن، يعني يعمل مايكروبروسيسور رقم 1، مايكروبروسيسور رقم 2، مايكروبروسيسور رقم 3، اربطهم بشكل ماستر وسليف حتى استفاد منها بتطبيقات اخرى. It can prefetch up to 6 instruction bytes from memory and queues them in order to speed up instruction execution. 86 microprocessor ممكن ان يجلب، لكن هنا عندنا prefetch، prefetch هي عملية الاحضار او عملية الجلب المسبق للاوب كود او الانستركشن بايتس. الانستركشن بايتس هنا نقصد بها الاوب كود،
فعملية البريفيتش هي عملية الإحضار المسبق أو الجلب المسبق للأوب كود من الميموري، ويتم وضعها بما يسمى الكيوز أو الانستركشن كيوز. ناخذه بالصفحة القادمة بشكل مفصل. وهاي تعتبر ميزة خاصة بالـ 86 مايكروبروسيسر، وهي عملية البريفيتش أي الجلب المسبق لـ 6 بايت انستركشن أو 6 من الأوب كود، يتم جلبها وضعها داخل مايكروبروسيسر قبل ما أنفذها، وهاي إلها فائدة بزيادة سرعة التنفيذ. 86 مايكروبروسيسر ريكواير 5 فولت باور سبلاي، حتى يشتغل يحتاج إلى 5 فولت باور سبلاي. لاحظوا بهذا التيبل تطور للمايكروبروسيسرز الخاصة بشركة انتل من 8080 إلى 8486. إذا ننتبه للـ 85 مايكروبروسيسر، سنة الإصدار إلى كانت 1976، بينما الـ 86 1978، ونلاحظ تزداد سنوات لحد ما يوصل 1989 للـ 486. الكلوك ريت للـ 85 مايكروبروسيسر هي من 3 إلى 8، بينما للـ 86 من 5 إلى 10. نلاحظ تزداد لأنه الـ 86 يعتبر أكثر تطور من الـ 85 من ناحية عدة نقاط، الأدرس باص إلى أكثر، الديتا باص إلى أكثر، الكلوك ريت تكون إلى أكثر، أيضا عدد الترانزستورز إلى تكون أكثر 29,000 ترانزستور، بينما الـ 85 هي 6500 ترانزستور. حجم الذاكرة للـ 86 هي 1 ميجا، بينما للـ 85 هي 64 كيلو. الديتا باص للـ 85 هي 8 وللـ 86 16، بينما الأدرس باص للـ 85 يكون له أدرس باص حجمه 16 بت، والـ 86 الأدرس باص له حجمه 20 بت. ونوع البيانات اللي يتعامل معها الـ 85 مايكروبروسيسر هي 8 بت، بينما نوع البيانات اللي يتعامل معها الـ 86 مايكروبروسيسر هي 8 إلى 16 بت، أي ممكن أن يعالج بيانات حجمها 8 بت وممكن أن يعالج بيانات حجمها 16 بت. بينما المايكروبروسيسرات البقية نلاحظ يزداد الديتا تايب أو الديتا بت لتزداد إلى 32، وكل ما تزداد عدد البيانات اللي يعالجها المايكروبروسيسر كل ما يزيد من سرعة التنفيذ للمعالج. نلاحظ هذا الشكل هو البن دايجرام أوف 86 مايكروبروسيسر، يكون بشكل IC، يتكون من 40 بن من رقم 1 إلى رقم 40. بن رقم 1 يمثل الجراوند، بن رقم 19 يمثل الكلوك، بن 20 هو الجراوند أيضا، هذا IC إلى 2 جراوند، VCC هو بن رقم 40. نلاحظ من بن رقم 2 إلى بن رقم 16 هو عبارة عن أدرس multiplex with data، يعني أدرس داتا باص. فالأدرس داتا باص من بن 16 إلى بن 2 ومن تسلسل AD0 إلى AD14. وبن 39 هو الأدرس داتا باص رقم 15. بينما الهاي أوردر أدرس باص هو A16 A17 A18 A19، نلاحظها بتسلسل A16 هو 38، A17 37 وهكذا. باقي البنز تمثل الانترابت، هاي في حالة حدوث مقاطعة من جهاز خارجي مربوط مع المايكروبروسيسر لحدوث أمر طارئ في ذلك الجهاز، فراح يرسل إشارة مقاطعة للمايكروبروسيسر يوقف عمله وينتبه للجهاز الخارجي. بعد ما تصلح مشكلة الجهاز الخارجي يرجع المايكروبروسيسر ينفذ المين بروجرام اللي كان ينفذه مسبقا بعد انتهاء عملية الانترابت. وبن 17 يمثل النون ماسكابل انترابت، هذا النوع خاص من الانترابت. وايضا عندنا الردي والانترابت اكنولج، هاي نفس البنات اللي كنا ماخذيها بال 85 مايكروبروسيسر. بالنسبة للستيتس سيجنال نلاحظها بهذا المايكروبروسيسر تكون مالتيبلكس with high order address bus، يعني الستيتس سيجنال تكون مع الهاي اوردر ادريس باس. فنلاحظ هنا عندنا الاس 3 هي ستيتس سيجنال رقم 3 تكون مع الهاي اوردر ادريس باس تسلسل اي 16، بينما اس 4 او ستيتس سيجنال رقم 4 تكون مالتيبلكس مع اي 17 اللي يمثل
هاي اوردر ادريس باص. بي اتش اي هو باص هاي انيبل. الباص هاي انيبل من ان تي صفر لهذا البن يقوم المايكرو بروسيسور بتفعيل الداتا باص الهاي اوردر داتا باص اللي هي من اي دي 8 الى اي دي 15، لانه الداتا باص يكون مالتيبلكس مع اللو اوردر ادريس باص. الام ان على ام اكس داش هذا يحدد لي نوع المود اللي يعمل عليه ال 86 مايكرو بروسيسور. في حالة الواحد يكون مينيمم مود، في حالة الصفر يكون ماكسيمم مود. وقلنا المينيمم مود هو يشتغل مايكرو بروسيسور بشكل سنجل بروسيسور، ما اربط معه اي بروسيسور اخر، بينما الماكسيمم مود نربط اكثر من مايكرو بروسيسور. ريد ورايت تعتبر اشارات سيطرة للمايكرو بروسيسور. الميموري والانبوت اوتبوت داش هاي ايضا اشارة سيطرة حتى تميز المايكرو بروسيسور يتعامل مع ذاكرة في حالة يكون هذا البن واحد، او يتعامل مع انبوت اوتبوت بورد في حالة هذا البن صفر، لانه عندنا الانبوت اوتبوت عليه داش. internal architecture of 86 مايكرو بروسيسور، التركيب الداخلي لل 86 مايكرو بروسيسور موضح بهذا الشكل. نلاحظ ال 86 مايكرو بروسيسور يتكون من وحدتين أساسية. الوحدة الأولى اللي تكون على الجانب الأيمن وهي Bus Interface Unit. الوحدة الثانية أو الجزء الثاني الـ Execution Unit مختصرة EU. الـ Bus Interface Unit هي مسؤولة عن عملية التواصل مع الميموري أو الـ Input Output Board. فهذه الوحدة الـ Bus Interface Unit تعمل عملية الـ Prefetch. عملية الـ Prefetch هي عملية الجلب المسبق للـ Opcode أو الـ Instruction Byte، تقوم بجلبها من الذاكرة ووضعها بالإنستراكشن كيو الموضح بهذا الشكل. الإنستراكشن كيو يتكون من 6 صفوف، طبعا هو هنا بشكل مستطيل، لكن هو بالحقيقة بداخله توجد 6 صفوف، داخل كل صف حجمه 1 بايت، يخزن الإنستراكشن بايت. وأيضا يتكون من سيجمنت ريجستر، هذه الرجسترات موجودة بالـ 86 مايكرو بروسيسور، وهي لها أربع أنواع: كود سيجمنت، إكسترا سيجمنت، ستاك سيجمنت، ديتا سيجمنت. نأخذها بالتفصيل. الـ IP هو الـ Instruction Pointer، هذا أيضا كان موجود بالـ 85 مايكرو بروسيسور، وفائدته بأنه يشير إلى الـ Next Address اللي نفذه المايكرو بروسيسور. هذا الجزء هو الـ Address Generation and Bus Control، مسؤول عن عملية توليد الـ Address لل 86 مايكرو بروسيسور، لانه بال 86 مايكرو بروسيسور عندنا نوعين من الادرس، هو اللوجيكال ادرس والفيزيكال ادرس. والفيزيكال ادرس هو اللي راح يتعامل مع الانبوت اوتبوت او الميموري، لانه يتكون من 20 بت. وايضا الباس انترفيس يونت تولد الكنترول سيجنال من ناحيه ريد او رايت من الميموري او انبوت اوتبوت بورد. الاكسكيوشن يونت تقوم بعملية فك الشفرة للأوب كود وتنفيذ الإيعاز. بعد ما تنفذ العملية ترسل الناتج للباص انترفيس يونت، والباص انترفيس يونت مسؤول عن عملية التواصل مع الميموري أو مع الانبوت اوتبوت بورد.